ومرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم تتشاهدوا هذا الفيديو. بغيت نشارك معكم غاتو غلاسي بمذاق القهوه، تيجي لذيذ وزوين. نتمنى ان يلقاكم هذا الفيديو وانتم بكامل الصحه والسلامه. ندوزوا لتحضير الجينواز ديالنا. في نفس الوقت المقادير والتحضير: جوج بيضات غدا بحراره المطبخ، غنزيد واحد قبيصه ديال الملح، واحد كاس ديال السنيده 150 غرام، غنخفقوا مزيان. كيف ما تشوفوا في الفيديو راه كل شيء واضح مزيان. غدا نزيد واحد نص كاس ديال زيت المائده 100 مللتر ونطربوهم مزيان. بقاو ديما تنحركوا في السوائل تتجانس لينا مزيان. وغدا نزيد واحد هذا نص كاس ديال الحليب مع ياغورت فاني، ولا بغيتو تستعملوا ياغورت فاني تقدروا ديروا كاس ديال الحليب، يعني كاس ديال العنبه عامر، ونطربوهم مزيان تتجانس لينا العناصر. وغادي نزيد واحد النكهه، يعني معلقه ديال اللوز مطحون، وجوج معالق ديال الكاكاو حلو، وكاس ديال الدقيق، يعني تندير النواشف، وخميره ديال الحلوه، وغنخلطهم مزيان يطربوا مزيان، يعني تتجانس لنا العناصر مزيان. كي تتشوفوا كل شيء واضح لكم في الصوره. وغنوجد الاطار اللي غادي ندير فيه الجينواز ديالي، غندخلو الفرن. غندوزو نحضروا الطبقه المقرمشه. هذا فوتينغ، يعني عندي واحد 75 غرام ديال الفوتينغ، عندي 55 غرام ديال الشوكولا، نوعيه جيده. بما ذوبت الشوكولا زدت عليهم واحد معلقه ديال البخاليني 50 غرام، باش تجمع لينا الفوتينغ، باش هاد الطبقه تجي مقرمشه فوق من الجينواز ديالنا اللي خرجتو من الفران. هانتوما كي تشوفوا الجينواز ديالنا من وطاب كي تيجي زوين. تندير عليه بما يبرد، تندير عليه ورق سيرفيليزي باش نقطع، تنقسمها على جوج باش تجي الطبقه الاولى. غادا نسقيها بشويه الحليب، وغندير فوق منها الطبقه المقرمشه مزيان. والطبقه اللي بقات ليا الثانيه ديال الجينواز تنسرحها مزيان باش تجي متساويه، باش من نحطها فوق الفوتينغ. وغندخلهم للثلاجه. فوتينغ اللي تشوفوا في الصوره في الفيديو، يعني راه سرحته على الجينواز كامل. وغندخلهم للثلاجه الطبقه الثانيه، وغنخليهم يرتاحوا. ندوزو لتحضير الكناج ديالنا اللي فيه ناخذ كاسرونه. غادا نديرو 15 غرام ديال القهوه سريعه الذوبان، يعني معلقه صغيره. وغادا نديرو 115 غرام ديال الحليب، و 115 غرام ديال الكريمه، يعني كاس لاروف كاس لاروف. والشوكولا ديالنا يعني تقريبا عندنا واحد 180 غرام. بما انا ذوبتهم غادا نصبهم على الشوكولا، وغنبقى نحرك وغادا نصفيهم باش غنخويو الكناج ديالنا فوق الجينواز. وغادي ندخلوهم الثلاجه. وغندوزو لطريقه تحضير الكناج الشوكولا بيضاء. ناخذ واحد 250 غرام سائله، واحد جوج معالق ديال القهوه مطحونه، ولا ما كاش متوفره نسكافي. وغناخذ القياس ديال الشوكولا بيضاء تكون نوعيه مزيانه 250 غرام. بما ذوبت القهوه مع الكريمه وغادي نصفيها ونخويها على الشوكولا كي تشوفوا في الفيديو، تعطي واحد النكهه زوينه القهوه. يعني انا جربت هذا الكاطو، تنتمنى تخليو التعاليق ديالكم. وغادا نخلط مزيان الشوكولا حتى يذوب كي تشوفوا، يذوب مزيان، ما يبقاش تبقى حتى شي، ما يبقاش الشوكولاط باقي ما دابش. وغنزيد شويه النكهه ديال القهوه، يعني لكم الاختيار تقدروا تزيدوا وتقدروا ما تزيدوش، تكافوا غير بالقهوه فقط. وغنزيد واحد جوج حكاك ديال ياغورت بيرلي، غنخلطهم مزيان يتجانسوا. وغندوز نحضر الكريمه، واحد 150 غرام ديال الكريمه، غنخفقها غير بالطرب اليدوي. وغنزيد هاد الكناج اللي شفتو من قبل وجدتو، غنخلطهم كاملين تيتجانسوا ليا العناصر. بما الجينواز ديالنا والكناج راه برد في الثلاجه، وغادي نصبو فوق منه. انتما كي تشوفوا الكناج راه هو يتماسك لينا، ما خاصو ضروري يكون جمد.
وعاد غنخوي الكريمه. تشوفوا انا تنخوي الكريمه وغنسرحها مزيان وغادي ندخلها للثلاجه تجمد مزيان وندوز ان شاء الله للتزيين. تيبقى اختياري، غيتابعوا معايا الفيديو. ولا بغيتوا الطريقه ديال الكلاصاج تخليوا لي التعاليق ديالكم. كي تشوفوا انايا اختاريت على شكل بحر، الابن ديالي عزيز عليه البحر، راك عارفوا الوليدات الصغار، داكشي علاش درت لي هذه المفاجاه. بصراحه تيجي زوين ولذيذ. ونخليكم مع اجواء تحضير عيد ميلاد وفرجه ممتعه.